حرف الميم مفردة تكتب بهذا الشكل، حرف الميم ما تتغير، هذه شكلها في أول كلمة وسط كلمة وآخر كلمة، حرف الميم في أول كلمة وسط الكلمة أيضا ما يتغير، وكذلك في آخر الكلمة. الميم في وسط الكلمة في شكل آخر لها وهو هذا الشكل، مثل كلمة مدينة، المدينة، هذا الشكل يأتي إذا جاء قبله حرف لام مثلا في كلمة المدينة، وأيضا هذا الشكل حرف اللام ما يأتي إلا إذا جاء بعده حرف ميم. نكملها، المدينة. حرف النون أولا مثل القوس صغير ثم قوس آخر أكبر، هذا حرف النون مفردة، شكل آخر لحرف النون امتداد بسيط ثم جزئية من اليمين إلى اليسار. حرف النون في بداية كلمة وسط الكلمة تكلمنا عليها مع حرف الباء، النون في آخر الكلمة مثلا لن ممكن تكتب بهذا الشكل كبيرة، لن، وممكن تكتب أيضا بشكل صغير. لاحظ هذا الكأس هو نفسه كأس حرف الصاد والضاد والسين والشين، لن، إما تكتب بهذا الشكل أو ترفع قليلا وتكتب حرف النون هنا. بعض الكتاب يكتب حرف النون في خط الديواني بهذا الشكل، شكل يشبه النون في خط الرقعة، لكن عند الخطاطين القدماء يكتبون هذا الشكل كحرف تاء وليس كحرف نون.